شجاعة أسامة. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة، وبينما كان أسامة في مركز الطوارئ التابع للدفاع المدني، جاء خبر عاجل عن حريق هائل في أحد الأحياء المجاورة. استقل أسامة سيارة الإطفاء وتوجه مع زملائه أحمد وريما وعائشة لإخماد الحريق. وحينما وصلوا كانت ألسنة اللهب تلف البيت بالكامل. سمع أسامة صراخ طفل صغير محاصر داخل البيت، وأمه تستغيث وتشير إلى نافذة مغلقة. فهم أسامة أن الصغير داخل الغرفة، فصمم أن يخمد الحريق من جهة النافذة. كسر النافذة ودخل الغرفة، فوجد الصغير مذعورا، فحمله وذهب به إلى أمه التي احتضنته بقوة وشكرت أسامة على شجاعته. شجاعة أسامة. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة، وبينما كان أسامة في مركز الطوارئ التابع للدفاع المدني، جاء خبر عاجل عن حريق هائل في أحد الأحياء المجاورة. استقل أسامة سيارة الإطفاء وتوجه مع زملائه أحمد وريما وعائشة لإخماد الحريق. وحينما وصلوا كانت ألسنة اللهب تلف البيت بالكامل. سمع أسامة صراخ طفل صغير محاصر داخل البيت، وأمه تستغيث وتشير إلى نافذة مغلقة. فهم أسامة أن الصغير داخل الغرفة، فصمم أن يخمد الحريق من جهة النافذة. كسر النافذة ودخل الغرفة، فوجد الصغير مذعورا، فحمله وذهب به إلى أمه التي احتضنته بقوة وشكرت أسامة على شجاعته.